والله زين يعني ما شاء الله تبارك الله، قسم بالله ان البنت ما تشوف، اقسم بالله العظيم. في فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي العنود اليوسف تفقد بصرها وتصاب بالعمى بعد أن خرجت من إحدى الحفلات الليلية مع إحدى الصديقات. يا جماعة تخيلوا، طلعنا من الحفلة العنود فجأة طاحت علينا ما تشوف، ما أدري أنا أقول، يمكن من التصوير ويمكن تكون نظرة إعجاب مو شرط نظرة حسد. لعلكم تذكرون الله ذكر الله زين. قسما بالله ان البنت ما تشوف، قسما بالله العظيم. واكدت زميلتها الا ان العنود دائما تعاني من مشاكل في عينها. العنود ما تشوف فجأة، صدق اول مرة اشوف العنود بهذه الحالة، وهي دائما عيونها تتعب، كل 4 شهور لازم يصير لها شيء بعيونها. سبحان الله، ما ندري وش السبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم انها حلفت بالله اكثر من مرة واقسمت، الا ان هذه الفتاة كاذبة. كيف لها ان تصاب بالعمى وان تمسك التليفون المحمول وتنظر اليه وتختار منه جهة اتصال وتقوم بالاتصال بشخص؟ ندري ما السبب من قول الكذب وفبركة الفيديو، ما السبب ان تقول على صديقتها انها تصاب بالعمى في حين انه عكس ذلك.